يا هلا بالحلوين، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة ملخص مسلسل مختلفة، الجزء الثالث والاخير. هو الصيني متصنف رومانسي كوميدي. لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر، وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص مسلسل جديد على القناة في اسرع وقت ممكن. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد على القناة الساعة 10 كل يوم بتوقيت مصر، وتفاعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر، اكتر 2 بيتفاعلوا بيعلقوا كتير. هقول اسمهم وزر تعليقاتهم في اول كل فيديو، والناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوه وحاطه تعليقاتهم في اخر كل فيديو. واحب اشكر النهارده انمي ستار ويوسف على دعمهم المستمر ليا، واحنا بنطور من نفسنا عشان خاطركم يا حلوين. وخلينا قناه وورد اوف انمي، قناه خاصه بقصه الانيميشن الجديده، وقناتنا الثانيه وورد اوف اكشن، غيرنا محتواها لملخصات مسلسلات كوري وصيني مختلفه عن هنا. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف التعليق المثبت، ادخلوا ادعمونا هناك واتفرجوا عليهم هيعجبكم قوي. وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدا احداث الدراما مع بعض. الجزء الثالث بيبدأ لما بيروحوا البيت، وبيجي شين وبيقول ما تتضايقش يا جي انا بس جاي علشان عيد ميلادها، وبيكون جايب تورته. فبتنزل يو بالفوطه، ولما بتشوف شين بتتصدم وبتوقع الفوطه، وبيقع عليه جي يخبي عينيه بسرعه، وهي بتتكسف جدا وتطلع تجري في الاوضه وبتقول هنزل ازاي تاني بعد اللي حصل هنا. وهنا بتوصل لها رساله من امها بتقول لها تعالي البيت للاحتفال بعيد الميلاد. فبتفرح وبتقول اه انا اروح البيت بتاعي يومين لحد ما الموضوع ده يتنسي. وفعلا بتروح بتلاقي تورته، وبتقول بشكل غير متوقع عاملين لي مفاجاه كمان. فبتقعد وبتحط التاج، ولسه هتتمنى امنيه بتزعق لها مامتها وبتقول لها انت ازاي تلمسي حاجات اخوكي، وبتضربها بالكف. بتقول لها اصل انا اعتقدت. بتقول لها ايه افتكرت ان كل ده ليك انت؟ وبيقول اخوها انا قلت لك يا امي مفيش داعي للاتصال بيها، هي بتيجي تخرب اي حاجه، دي مش بس لابسه قبعه عيد ميلادي، دي كانت كمان هتاكل من الكعكه بتاعتي، هي ايضا كده بتفسد اي حاجه. فبتقول يو انتي مش فاكره غير النهارده عيد ميلاده هو، ليه مش فاكره ان هو عيد ميلادي انا كمان؟ لماذا يا امي لماذا دايما بتتنمري عليا لمجرد انني فتاه؟ بتقول لها لا طبعا، ايه اللي انتي بتقوليه ده يا فتاه؟ بتقول لها امي انا همشي ومش هرجع البيت ده تاني. وفعلا بتمشي وبترجع عند جي، وبتلاقي بلالين وكيك. فبتدخل بتلاقيه فبتحضنها، بتقول له جي، وبتحضنه وبتفضل تعيط. بيقول لها اهدي عيد مولد سعيد، هل احببتي ده؟ استغرق مني وقت طويل على فكره. فبتقول له اعترف بقى بس انا مش هسيب عملي. فبيقوم مقرب منها ومقبلها. والصبح بتصحى بتقول بالامس مش انا وجي كنا مع بعض، بس المكان ده مألوف ليا جدا. وبتطلع بتلاقي نفسها بقت في بيتها، بتقول ايه ده انا عدت للواقع وخرجت اخيرا، هل يا ترى بسبب تلك القبلة؟ وبتقول مين بيهتم، المهم ان انا دلوقتي خلاص رجعت. وبتلاقي مخدة عليها صورة جي، بتمسكها وبتفتكر لما كانت بتتسوق مع جي وكل شوية تاخد رأيه وهو مش بيرد. وفي الاخر بتقوله لماذا انت هكذا، رد عليا بكلمة واحدة على الاقل. فبيقوم مطلع الفيزا فبتضحك وبتمسك المخدة وبتقول في الحقيقة هو لطيف جدا. وبتفتكر لما كانت عاملة أكل علشانه، وبعد ما أكله قال لها دوقي كده، ولما بتدوق بتلاقي الأكل طعمه بشع، بس هو ما كانش عايز يبين ده. وبتضحك وبتقول اتضح ان انا فعلا وقعت في حبه، لكني لا اعرف كيف حاله الان وكيف تصير امور الدراما يا ترى، حتى لو نلقي نظرة يلا. وبتشغل التلفزيون بتلاقيه ماسك صورتها وعمال يسأل الناس هل رأيتموها، وبيبكي. فبتبكي وبتقف قصاد الشاشة وبتقول له جي انا هنا، وبتقع على الارض. وبعدين بتقول جي لا انا يجب ان اجد طريقه للوصول اليك مره اخرى. وبتقوم تجري تقف قصاد عربيه، بتلاقي شخص غريب بيزعق لها وبيقول لها انت مجنونه. بتقول الاندفاع ليس الحل، اذا هل اجرب شيء اخر؟ هل من الممكن ان انا اشتري اله سفر عبر الزمن؟ وطبعا بتروح للبنت اللي ما بتكونش فاهمه هي عايزه ايه بالظبط، وبتدي لها صوره. فبتتضايق وبتطلع وبتقول او اجرب اسهل طريقه، وبترجع البيت وبتطلع تجري على الشاشه وبتتخبط وبتقع في الارض. وبيشتغل التلفزيون وبتشوف جي وهو قاعد وفي شاب جاي يضربه، فبتصرخ وبتقول له لا كن حذرا. وبتلاقي نفسها دخلت تاني، وبتلحق جي اللي بيقول لها انت هنا اخيرا لقد عدت، هل تعرفي كم اشتقت اليكي؟ وبيلاقي الراجل اللي هيخبطها، فبياخد الخبطه هو وبيقع، وهي بتقول جي لأ. وفي المستشفى بتكون نايمة جنبه، فبيقرب منها وبيقبلها. بتصحى وبتضربه وبيقول لها اه مش قادر. بتقول له اسفة يا جي اعتقدت انك بتتقرب مني. بيقول لها اختي الجميلة انا اتألم. بتقول له ايه بتناديني بايه؟ بيقول لها اختي الجميلة ايه رأيك، هل استطيع ان اقع في حبك؟ فبتقول لجي بتتكلم بجد خليك هنا وما تردش على اي اتصال وما تروحش في حتة. بيقول لها تمام هكون مطيع بس، وبيشاور على خده فبتقرب منه وبتقبله. بيضحك وبتطلع، وهي ماسكة قلبها وبتكلم الدكتور وبتقول له
دكتور يبدو أن زوجي فقد ذاكرته، بيقول لها هو تعرض لضربة قوية جدا في الرأس، يبدو أنه فقد ذاكرته حقا، لكن ده أمر طبيعي وده شيء مؤقت. بتقول له حسن متى سيكون بخير، بيقول لها حاجة زي دي ما نقدرش نعرفها، بس تقدري تاخديه مثلا وتروحوا دلوقتي وتروحوا مكان كنتوا فيه مع بعض من قبل واعملوا حاجات كنتوا بتعملوها سوا، ده هيساعده على التذكر. بتقول له بجد شكرا جدا يا دكتور، وبتبص عليه وبتقول حتى لو هبدأ من الصفر تاني لكني سأبذل قصارى جهدي لأجعلك تتذكر. وفعلا بيرجعوا البيت وبتقول له جي ايه رأيك نلعب لعبة، غمض عينك وبعدها عد 1 2 3 قوم افتح الدولاب، بيقول لها حسن ان اتفقنا. وفعلا بتدخل الدولاب وبيقوم وبيفتح وبيشدها وبيقع فوق بعض زي اول مقابلة بينهم، وفعلا بيفتكر كل حاجة اللي كانت ما بينهم وبيفتكر ان زواجهم كان بالتعاقد، لكنه بيضحك ومش بيرضى يقول، وبيقول لها هل نلعب مرة اخرى يا اختي الجميلة، فبتقول له لا ده غير مسلي خلينا نغير اللعبة. وبيقعد وبيقول لها اختي الجميلة انا دائخ اعطيني يدك، فبتقوم تجري عليه فبيشدها وبيقول لها لماذا قلبك ينبض بسرعة هكذا، وهي مصدومة جدا. وتاني يوم وبيكون قريب منها جدا زي يوم ما مثلوا مع بعض، وبتقول له بعد، بيقول لها ده خطأ الشخص ده مش انا، بتقول له حسنا انت مش فاكر اي حاجة، بيقول لها ايوه، فبتفرح هي ومدير اعماله جدا، بيقول لها اه انت كان قلبك بينبض بنفس الطريقة دي امبارح، فبتقول له توقف عن كل الهراء لابد من ايجاد طريقة اخرى، فبيقول مدير اعماله لا يوجد غير حل واحد اخير. وفعلا بيكون جي قاعد، وبتدخل هي وشين وبيقول انا صديقها، فبيقول له مين يعني، بيقول له اعتبرني صديقك انت كمان، وبيشد يو في حضنه وبيقعده، فبيقول جي اختي الجميلة هل من الممكن ابعاده انا لم احبه، بتقوله لا تكن فظا انا اسفة يا شين انتظر ساحضر شيء واجي، وبتقوم بيقول له جي انا بحذرك خليك بعيد عنها، بيقول له لا لا يمكنك طلب هذا بعد الان ايها الممثل، ويو بتيجي وبيروحوا كلهم يلعبوا تنس، وبيقول شين اللي هيفوز هياخد يو، فبيقول جي كن مستعدا لو حصلت على يو لا تزعجها بعد الان، وبيبدأوا لعب، وبيقول مدير اعمال جي ايه رأيك يا يو هتختاري مين فيهم، فبتسكت وبتفتكر ذكرياتهم معاهم هما الاتنين، وبتكون مش عارفة تختار مين ولا تعمل ايه، وكل واحد فيهم له ذكرى جميلة معاها، فبتقول ايه انت بتفكري في ايه، بتفكري في ايه هتختاري مين، وهنا بيكسب جي وبيوقع شين وبيقرب منه وبيقول له انا فزت، بيقول له تمام بس ما تخليهاش تستقيل من عملها كمساعدة عندي، بيقول له اتفقنا بس كمساعدة بس مش اكتر، وبيتفقوا وبتضحك يو وبيروحوا مكان يلعبوا سوا. وهنا بتيجي لين وبتقول يو لقد عادت الشريرة مرة اخرى، بيبدأوا لعب وشوية وبيقوم جي وبتكون لين جوه وبتقرب منه، بتيجي يو وبتاخده وبيمشوا سوا وبيتكلموا، وفجأة بتوقفهم لين وبتقول جي ممكن توصلني معاك، بتقول يو اه طبعا مفيش مشكلة، وبيقعدوا وبتقول لها اه انا نسيت اقولك انا بحب القيادة جدا، وبتوصلها وبتقود بطريقة سريعة وبتتعبها في الطريق، ولما بيوصلوا بتهنئوا مديرة اللعبة جي على الفوز، وبتقول لين ان يو كانت بتغش، فبتقول لها اين انا دي كانت قيادتي المعتادة، وبيديها جي الهدية، وبيرجعوا البيت سوا وبيقول لها مش هنام من غيرك. وتاني يوم بتتظبط يو وبتقف لجي وهو جاي وبتقول له اهلا بيك في بيتك، فبيكون معاه مدير اعماله اللي بتتصدم وهي بتتكسف جدا وبتدخل تستخبى، وبتقول من المؤكد ليه ان في موقف محرج زي ده اروح اقعد مع صديقتي احسن، وفعلا بتروح تقعد مع واحده صديقتها وبتقول لها ان انا عاوزه اتقرب من جي اكتر من كده، وبيعملوا خطه سوا، وبتتصل تقول لها هو جاي خلاص، وبتتظبط يو بتستناه. وتاني يوم بيتقدم لها جي لكنها بتقول لننفصل، وبتزق قصاد الكل، بيقول لها لا ازاي بص يا يو ده انا احضرت لك كعكتك المفضله، بتقول له انت مش فاهم من البدايه الى النهايه انا لم احبك ابدا، انا كنت بجانبك لا اجعل شين يغار عليا لا اكتر، لا تنسى انا من المعجبين الصوت بيك، واول مقابله كانت بينا كنت مستخبيه في الخزانه عشان اصور لك خبر سيء، ورغم عني اصبحنا زوجان بالتعاقد. جي اللعبه السخيفه دي حان الوقت انتهائها، فبيقول لها بالظبط حان وقت الانتهاء فعلا، وبياخد لينو وبيمشوا. وبيبان ان قبل ده بيوم في رقم غريب كلم يو وقال لها ان المسلسل على وشك الانتهاء، وفي حال لم تعود للواقع ستختفي للابد ومش بتقدر تعرف ده مين، وعلشان كده بتعمل ده، وبتفضل تعيط وتدور على الختم في الارض، وبتقول كان لازم اعمل كده بدل من اجعلك تعاني من الالم مغادرتي مره اخرى. وبيبان هنا ان جي رجع لها تاني وبيشوفها وهي بتدور على الخاتم، وبيخلص المسلسل على النهايه اللطيفه دي. وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص مسلسل جديد على القناه في اسرع وقت ممكن، وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للمنشر بيفرحني جدا، ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل وبتعلق معايا الفتره دي، شكرا لكم جدا يا حلوين على تعليقاتكم الايجابيه وعلى كلامكم الحلو اللي بيفرحني جدا، بحبكم قوي،
وبس يا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك روابط ملخصات مسلسلات جميلة قوي، وكمان في صندوق الوصف هتلاقوا ملخصات مسلسلات جميلة قوي، مسلسلات كوري ومسلسلات صيني على قناتنا دي وعلى قناتنا التانية وورد اوف اكشن. متأكدة ان هي تعجبكم، عايزاكم تدخلوا على قناتنا التانية وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس. في ملخص مسلسل جديد شغال حاليا على قناتنا التانية، هو مسلسل الخطر، ومسلسل حلو قوي قصته جميلة قوي، بتحكي عن قصة زواج اجباري بشكل جديد ومختلف. متأكدة ان المسلسل هيعجبكم بجد، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف التعليق المثبت، عايزاكم تدخلوا هناك وتتفرجوا عليه وتكتبوا لنا تعليقات حلوه. وبالنسبه لقناتنا الثالثه وورد اوف انمي، بدانا ننزل فيها ملخصات قصص انيميشن رعب جميله قوي، نزلنا قصتين لحد دلوقتي. اول قصه وهي قصه القط الملعون، مكونه من 3 اجزاء، قصه جميله قوي ونهايتها حماسيه وطريقه الالقاء فيها حلوه قوي. وفي قصه تانية بدانا فيها حاليا على القناه التانية، وهي قصه ما وراء اللعنه، قصه جميله قوي، نزلنا منها جزئين، الجزء الاول والجزء التاني، والجزء الثالث ان شاء الله هينزل الاسبوع دوت. عايزاكم تدخلوا وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار لما ننزل الجزء الثالث. متاكده ان هو هيعجبكم، بسيب لكم برضو الرابط في صندوق الوصف التعليق المثبت. وشكرا لكم جدا يا حلوين على دعمكم المستمر ليا، بحبكم قوي وبفرح بكلامكم وتعليقاتكم الايجابيه زيكم. وبس يا حلوين ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتشكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا اماراتي. باي باي.